هل سبق لك أن شعرت بتوقف تنفسك أثناء النوم؟ فاستيقظت لتؤمن لكي تلتقط الهواء، ثم استغرقت في السبات مشددا. الخروف اللي غير حياتي. يعد توقف التنفس أثناء النوم اضطرابا شائعا يحدث، حيث يتوقف سريان الهواء إلى الرئتين بسبب انسداد مجرى التنفس، مما يضطر الشخص لاستيقاظ ليلتقط أنفاسه. تقول الدكتورة كالبانا ناشبال، كبير استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى أندراب راستا أبولو في نيو ديلي، إنه لا يوجد سبب واضح يبين لماذا يصاب الشخص بحالة توقف التنفس أثناء النوم. الخروف الملكي المشوي في مراكش المغرب، واحدة من الخواريف التي أدينها إلا أن هناك محفزات تزيد من احتمالية الإصابة مثل السمنة. المركز العالمي للأحجار الكريمة جي سي جي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا سنقوم بتقديم أو تعريف المركز العالمي للأحجار الكريمة، وما هي منتجاتنا وما هي الأنشطة التي نقوم بها. بطبيعة الحال هناك ثلاث أقسام أساسية. القسم الأول هو القسم الخدماتي، والقسم الثاني هو قسم السلع، والقسم الثالث هو قسم الاستثمار. بالنسبة لقسم الخدمات، هناك مجموعة من الأنشطة. أولا الاستشارات، يعني الأشخاص الذين يريدون استشارة من خبراء الأحجار الكريمة يقومون بإرسال صورة إلى الخبراء وإعطائهم جواب أو معلومات عن ذلك الحجر الذي في الصورة، وهذا يكون بمبلغ $100، ويقوم المرسل بإرسال مبلغ عبر ويسترن يونيون. ثانيا، أما بالنسبة للفحص فيكون بمبلغ $500، وهذا بإحضار الشخص ذلك الحجر لفحصه في المختبر أو إرسال عينات منه. ثالثا، بالنسبة للتكوين، الآن نحن نتوفر على مركز عالمي للأحجار الكريمة، وهو أول مركز في العالم يقدم دروسا باللغة العربية وكذلك بلغات أخرى.